من 12 سنة أنا كنت طبيعي جدا وحصلت لي الحادثة حادثة كبيرة جدا دخلتني في غيبوبة 45 يوم. بس 45 يوم دول كان بالنسبة لي هو يوم واحد، يعني اللي هو أنا نمت وصحيت، بس نمت بوضع وصحيت بوضع تاني خالص، نايم بتحرك وماشي على رجليا وصحيت ما بتحركش خالص. أنا اسمي هيثم، عندي 30 سنة من زاوية الهمم، ولعب نادي بيجاسوس دريم لاند ومنتخب مصر للترايسلون أو الثلاثي. بعد ما فقت من الغيبوبة ال 45 يوم طبعا قلت بقى أنا هقابل مصيري، بس ما كنتش متقبل الوضع، ما كنتش قابل الوضع خالص، إني هقابل الناس وأنا على كرسي متحرك. فأنا قلت لازم، لا أنا مش عايز أقابل حد، وفعلا قعدت في البيت يجي سنة ونص. قعدت سنتين في العلاج، وفي وسط السنتين وانا بتعالج ابتديت ان انا اتحرك في المياه، ما لقيتها حاجه كويسه بالنسبه لي واخد فيها حريتي، وسالت الكابتن ينفع بقى ان انا اتعلم السباحه على اصولها. راح واخدني النادي عنده وابتدى ان هو يأهلني 6 شهور السباحه كويس جدا، باك بريست كرول، وان انا اعرف ان انا ازاي اعوم كويس، وبعدين اهن البطوله. نقطة التحول في حياتي اني انا الاول كنت سليم وبعدين اتصبت وبعدين ادخل في غيبوبة، وبعدين بعد الغيبوبة ابتدي ان انا ادور على علاج ان انا اتعالج ازاي، وبعدين لما انا لقيت العلاج ابتديت ان انا يدلوني على ان انا انزل المية، ومن المية يعني كنت انا بتربط، ما كنتش قابل الوضع ده، وكانت النقطة التحول الرهيبة ان انا اتفك من الكرسي وابتدي ان انا اتحرك في المية واعوم بشكل طبيعي جدا. حققت 31 ميدالية بين السباحة والثلاثي الترايسلون، معايا يجي 4 فضة و5 برونز والباقي كله ذهب، واخدت تاني افريقيا في، انا دخلت منتخب بعد البطولات دي طبعا، دخلت منتخب الترايسلون ودخلت اول بطوله افريقيا، بطوله دوليه كانت في شرم الشيخ، وحققت فيها تاني افريقيا وتاهلت لطوكيو. السباحه في البحر 850 متر و20 كيلو بالعجل و5 كيلو بالكرسي المتحرك. كان حلمي من وانا صغير اني يعني ابقى اعدي بحر المانش، لان كانت بطوله كبيره جدا ومصر كانت بتفتخر بيها. ما كنتش اعرف الاقدار ان انا اصلا هبقى لاعب سباحه واتصاب من بعد ما كنت سليم. رحت الاختبارات في الغردقه وكانت اختبارات قاسيه جدا جدا، في درجه حراره في البحر 12 وفي حمام السباحه 9، فدي درجه حراره صعبه جدا، بس الحمد لله ربنا قدرني ونجحت في الاختبار وحققت حلمي ان انا ابقى لاعب او لاعب في تاريخ مصر على كرسي متحرك يعمل محاوله عبور بحر المانش من انجلترا لفرنسا 40 كيلو. انا احلامي بسيطه ان انا اكون اسره ويبقى عندي اطفال ان شاء الله، واكمل في بطولاتي، احقق البطولات الكبيره اللي انا بتمناها كمانش وكاولمبيات، وبعدين ان انا ابقى ان شاء الله اكمل خلاص مسيرتي كلاعب، خلصت ابقى مدرب لذوي الهمم. بتمنى من ذوي الهمم اللي هم عندهم يأس واكتئاب، اللي انا كنت واحد منهم، ان هم ينزلوا واجهوا الحياه ويحققوا احلامهم.